افلاطون الله يرحمه قبل ما يموت حكى لنا قصة جامدة جدا وغريبة جدا. افلاطون قال لنا ايه؟ قال لنا ان في شوية مساجين محبوسين في سجن من ساعة ما اتولدوا. المساجين دول متربطين من ايديهم ورجليهم وبصين للحيط. طول الوقت بصين للحيط من ساعة ما اتولدوا. الكهف ضلمة جدا، هم مش قادرين يشوفوا اي حاجة خالص، بس في نور جاي من باب الكهف من وراهم. الحياة بره الكهف مستمرة وماشية وعادي خالص، وفي ناس بتروح وتشتري وتجيب وتودي، وهم كل اللي بيقدروا يشوفوه ظلال الناس اللي ماشية بره الكهف. النور بيخبط في الناس بعدين بينعكس على الحيطة اللي قدامهم، فيبقوا قاعدين كده يشوفوا ظل راجل، ظل ست، ظل ولد صغير، فرخة ماشية، أي حاجة يشوفوا ظلال. وده كل اللي هم بيشوفوه من ساعة ما اتولدوا، دي الحقيقة الكاملة بالنسبة لهم. ما عندهم الشك 1% إن في حاجة أكبر من كده أو أكتر من كده. لغاية لما في يوم واحد أمه دعياله، القيود بتتفك وبيدور لأول مرة، النور بيطصه في عينيه فبيتعمي ما بيشوفش. النور قوي جدا عليه، هو مش متعود على الكلام ده. بعدين بيحاول يستمر ويقاوم ويطلع بره الكهف ويتحسس طريقه عشان يشوف الأشياء. بيتفزع، حالة من الصرع، أول مرة بيشوف الألوان، أول مرة بيشوف الأشكال، بيشوف الحاجات اللي هو كان بيشوفها طول عمره بس بيشوفها 3D، بيشوف ألوان، بيشوف أشكال. اكتشف أنه طول عمره كان مضحوك عليه. اتفزع، راح يحسس على كل حاجة، كان عايز يتأكد أن الحاجات دي حقيقية بجد، ما فيش حاجة أبعد منها. فضل يلف في المدينة ويكتشف، وبعدين في النص فكر في أصحابه المساجين اللي في الكهف. قال أنا لازم أرجع أوعيهم وأكلمهم وأقول لهم يا جماعة إحنا نامين على ودانا طول عمرنا. رجع تاني لأصحابه المساجين وقال لهم. فأصحابه المساجين في الأول نفضوا له، في الأول تجاهلوه. أنت هتكفر يا ابني ولا إيه؟ استهدى بالله كده بس وأنت مش هتشوف الألوان والأشكال دي تاني. قعد. ثم سخروا منه. الواد ده عبيط ولا ايه؟ فرخه ايه يا ابني اللي بريش وقطه ايه اللي مش مشيه فوق كده. ثم حاربوه، ثم للاسف قتلوه. القصه دي اسمها قصه كهف افلاطون. القصه معروفه جدا لاي حد عدى على الفلسفه كده. اي نعم افلاطون ما بيحكي لناش هم ازاي قتلوه بالرغم ان هم متكتفين وهم مفكوك، محدش عارف، بس افلاطون بيشاورنا على شويه حقائق مهمه جدا. بيسألنا أسئلة. السؤال الأولاني اللي بيسأله أفلاطون وهو الأهم بالنسبة لنا هو: هل ده حقيقي؟ هل اللي احنا شايفينه ده بجد؟ ولا في أبعاد تانية؟ هل المفاهيم اللي احنا متربين عليها من واحنا صغيرين دي زي ما هي كده؟ ولا ليها بعد آخر؟ هل الحق والحب والخير والسلام والعدل والحاجات دي زي ما احنا عارفينها؟ ولا في أبعاد من كده شوية؟ أفلاطون كمان بيحذرنا من المساجين وحبهم للظلمة وحبهم للظلال. المساجين قتل واحد كان كل حلمه أنه هو بس يقول لهم الحقيقة، أنه هو يعرفهم الحقيقة، بس هم ما كانوش عايزين يسمعوا الكلام ده. هم كانوا بيحبوا ظلالهم، بيحبوا اللي هم اتولدوا فيه وتربوا عليه وحبوا. أفلاطون كمان بيشاور على حقيقة مخيفة جدا بالنسبة لي، حقيقة إن العالم كله، كل اللي إحنا شايفينه مش موجود غير في عقلنا. والحقيقة المخيفة أكتر إن إحنا لوحدنا جوه عقلنا، مفيش حد تاني معانا جوه. يعني مهما نحاول أكلمك وفهمك وأقنعك عمرك ما هتشوف الحاجات زي ما أنا شايفها لأنك مش معايا جوه. زي ما النور الأبيض بيعدي في البريزم أو المخروط فبيتكسر ويتفتت على حسب زاوية المخروط، تمام إحنا كده بنشوف الحقيقة. أي نعم هي حقيقة واحدة أو فكرة واحدة أو شيء واحد، لكن اختلافاتنا بأفكارنا بتجاربنا بتخلينا نشوف الحقيقة دي متقسمة، بيخلينا نشوف ألوان مختلفة من ألوان الطيف. الأمل في أنه نفس الأداة اللي بتفرق الضوء هي نفس الأداة اللي بتجمعه تاني، اللي بتحاول تقرب ما بين الأفكار والأطياف والأشكال، فنلاقي قيم زي الحق والحب والخير والسلام والعدل و
لو قعدنا نتكلم فيها مع بعض ممكن نحاول نقرب المسافات ونلم الشامي على المغربي. أهلا بيكم في تيدكس كايرو.